شاء الله هنعمل مع بعض دانية الشوكولاتة او بودنج الشوكولاتة. زي ما انتوا شايفين شكله وطعمه تحفة. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة بالتفصيل. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة اشتراك بقى ولايك ومشاركة للفيديوهات. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض دانية الشوكولاتة او بودنج الشوكولاتة بطريقة اقتصادية ومكونات متوفرة عندنا ان شاء الله في كل بيت. المقادير اللي معنا 2 كوب لبن او حليب، معلقتين كبار كاكاو خام، معلقتين كبار نشا، نص كوباية سكر او حسب الرغبة، قطعة شوكولاتة، لو ما عندكمش ممكن تجيبوا باكو شوكولاتة صغير، وكيس فانيليا. هنبدأ كده ونسمي. اول حاجة هنبشر الشوكولاتة. بسم الله. انا بشرت الشوكولاتة اهو زي ما انتم شايفين. هقلب كل المكونات اللي عندي على البارد، يعني هضيف اللبن، الحليب ده لبن كامل الدسم، وهضيف عليه معلقتين كبار الكاكاو ومعلقتين النشا، نص كوباية السكر، والشوكولاتة اللي انا بشرتها. الشوكولاتة هنا عشان تعزز الطعم وتخليه طعم الشوكولاتة باين فيه، وكيس الفانيليا هضيف كله على بعض. هقلب كويس وبعدين هرفعهم على النار. رفعت البودنج بتاعي او الدانيه على نار هاديه، يعني البوتاجاز الصغيره، ومهدياها عشان الشوكولاته تسيح. هفضل اقلب كده عشان النشا ما يكلكعش معايا والشوكولاتة تسيح بسهولة. احنا هنا بشرين الشوكولاتة عشان تسيح بسرعة. الشوكولاتة ساحت اهي زي ما انتم شايفين. هقلب برضو لحد ما النشا بتاعي يربط والبودنج بتاعي يتقل. خلاص البودنج بتاعي تقل زي ما انتم شايفين اهو وبيغلي. هطفي عليه كفايه، مش هسيبه على النار اكتر من كده، هو اما هيبرد وهيدخل التلاجه هيتماسك. طفيت عليه، بصوا القوام بتاعه حلو وتقيل، هغرفه وهوريه لكم. اهو البودنج بتاعي او الدانيت بعد ما خلص وغرفته، هو ده بقى شكله وطعمه تحفه. ممكن قبل ما تدخلوه التلاجة تغطوا وشه بورق استريتش عشان ما يعملش قشر على الوش. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الدانيت شوكولاتة او البودنج، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.